وخرج القدامى في المنتل العاشق يمني النفس بقميص فريقه بنادي ان يكون اول الزائرين في شباك الخصم مع تركيبه الاولمبيك لبدايه من الجهه اليسرى والمحاوله من الجهه السبيل الانطلاقة تاتي من جانب مع راس الفريق ولكن كسر عن طريق محروس يبحث اسامة لكن في اخر المطاف مقطوعه تعود مره ثانيه لتقود اتجاه كويرتي يترك كويرتي لارجيليون محاصر وفي اخر المطاف مباشره الى خارج رقعه الميدان كويرتي على الصوره قلب هجوم اليوم خلف متولي ونبوما وايضا زريدة والعرجون على اليمين مبتور على اليسار سبل مشاركه حداد والهدود والنهيري ليكونوا في الدفاع في القياده على مستوى حراسة المرمى ونيت تلسنيتي كرة ملعوبة أمامية محاولة البناء من جانب الرجاء لكن في آخر المطاف مباشرة صوب التنس يأتي التنس البداية من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي من جانب المرمى يغير تماما ويرجع الكرة مباشرة لياسر حداد حداد لمذكور مذكور يبحث عن الانطلاقة الهجومية من الجهة اليمنى يرفع الكرة في اتجاه كويرتي نزل على الصدر لكن ضاعت له رجعت في اخر المطاف لتكون بداية لبناء عملية هجومية على مستوى خط الامام مباشرة صوب التماس التماس وانقاذ الموقف مع بداية مع بناء عمل الهجومية الماضية مع المحاولة من اجل استثمار الكرة بشكل مناسب وبطريقة مناسبة كرة من جديد التحضير على مستوى خط الوسط لياسر حداد يرجع على عتلو كانت في اتجاه مذكور ولكن في اخر المطاف تلعب امامية محاولة الانطلاق بهذه الشكل في اتجاه زايا ماذا يفعل يحضر الكرة ديال محاولة الاختراق الدخول داخل منطقة الجزاء ضاعت له اجهد نفسه بالتفكير في النقطة الماضية في المحاولة الماضية كان يبحث عن الحلول لكن غابت الحلول امام الدفاع اللي كان يستسهل في العملية الهجومية الأخيرة واللي قام بترقية وإبعاد الخطورة مرة أخرى متولي في خط الوسط ينطلق يحافظ على الكرة ديال الاختيار الأمامية ولكن ضاعت رجعت من جديد رجوية صوب التماس الحكم يقول التماس للأبيض اليوم للأوسياس اليوم الأولمبيك يلعب بالقمصان البيضاء في مرجع بالقمصان الخضراء الأسماء نعم موجودة الأعلام الخاصة بالقمصان نعم ايضا موجوده بالنسبه للقمصان الرسميه للناديين الناديين الفريقان اللذان يلعبون هذه المواجهه نذكر بانه اخر مواجهه لعبت هنا في مدينه كاسا في الجوله رقم 28 عن الموسم الرياضي الماضي الحديث عن جوج الاهداف داخل كل مرمى اربعه اهداف في مباراه كامله اللي كانت من جانب الرجاء من جانب اولمبيك كاسا في مع طار كريم البولاكات اللي في هذا المواجهه حينها مادي عقوشي وليد الصباص جوليو سيس في مرجاء ببين مارونغو وفابريس انغوما ضربة خطا والكرة تأتي في هذه اللحظات من جانب عناصر فريق اولمبيك سفي في الخط الامامي الانزال في الخطا خاب من يفعل هي كرة تصويبة ممتازة تصويبة ممتازة ولكن في اخر مطاف تعود لتكون التحية من جانب الدفاع بداية لبناء العملية الهجومية والمحاولة الهجومية ولكن لم تقدم المطلوب هذه الكرة وتعود في اخر مطاف لتكون لسالة فريق اولمبيك سفي التحضير من جديد كانت محاولة مميزة على مستوى الخط الامامي الخيار اللي كان بامكانه انه يوقف الكرة ديالو بشكل افضل وانه يختار الزاوية البعيدة لكن الدفاع الرجوي المتين متواجد في مكانه يقوم بابعاد الخطورة اولى المحاولات اولى البدايات اولى كل الفرص التي تاتي في مواجهة اليوم وفريق اليوم بانتظار ان نشاهد كيف سيتعامل كل طرف مع باقي الدقائق الخاصة بهذه المنافسة. كرة أمامية زريدة ممتاز الأخذ والرد بينه وبين كويرتي حاول ما يمكن أنه يقوم بالتمرير بشكل مناسب زريدة على الصورة حاول ما يمكن أنه ينزل من الجهة اليمنى ويبحث عن أن يكون سقاء مفيدا في الخط الأمامي رفع الكرة لكن مباشرة صوب التماس إبعاد الخطورة تعود مرة ثانية لتكون من جانب عناصر فريق أولمبيك كاسا تحضير على مستوى خط الوسط إمكانية الاستفادة من العملية الهجومية في خط الوسط بإمكان أن تقدم جديد الكرة باتجاه بان سبل في آخر مطاف نشوف هنا الانطلاقة والإسقاط رجعت من جديد لنغوما إمكانية من أجل المرور ولكن هنالك خطأ يقول الحكم بسرعة يلعب الخطأ الماضي أسامة محروس أسامة محروس رقم خمسة في خط الوسط إلى خيبة ماذا يفعل خيبة
حضر الكره ديالو ورجع للخلف البحث لتغيير البصره من الخلف نحو الامام في اتجاه باشط، يمشي باشط يحاول يمر يدخل داخل منطقه الجزاء تمريره، لكن في غياب متمم للعمليه وتعود لتكون رجويه. كره عن متولي لعب بورتو في خط الوسط تغير انشاء بصره ممتازه، طريقه بناء عمليه هجوميه ممتازه من جانب الرجاء، تمريره ممتازه داخل منطقه الجزاء ولكن محروس يحرس الدفاع، يبعد الكره الماضيه يبعد الخطوره وينهي الكره الماضيه بشكل مميز لتعود وتكون باقدام فريق اولمبيك كاسافي في اتجاه الوحيد في الخط الامامي اسمه حمزه كوني تخابا، اسم سابق في صفوف فريق الجيش. نعم كره من عمر العرجون يغير تماما الجهه اليمنى لياسر حداد، حداد ماذا يفعل؟ يرجع كره العرجون، مباراة بإمكانها أن تكون أفضل من الناحية الهجومية ومن ناحية العطاء بين الناديين من الطرفين، لأن هنالك إمكانية من جانب كل طرف لأن يمتع في هذه المواجهة وأن يقدم عرضا جيدا يليق بقدراته، وأيضا أن يستحسن الصورة اللي شفنا الماضية للمدرب العام ونجيبها في الجملة ونكملها في الجملة، نقول يستحسن الحضور القوي وأيضا رضا هذان المدربان اللذان يحضران وفي دكة احتياط سواء رجاء رياضي او من جانب فريق اولمبيك كاسافي. كرة ممتازة باتجاه كوياتي تعود العرجون، الكرة الثانية دوزنبال مهمة جدا للمتولي للجهة اليمنى، مذكور يحاول ما يمكن انه ينسل من الجهة اليمنى. كرة ممتازة، فرصة رجوية من جديد، المكان المناسب والحارس يتمكن من ايقاف الكرة الماضية، مجيد مختار في المكان المناسب. شوف هنا ارسال ايقاف الكرة مع الاستدارة مع التصويت مع انهاء العملية الهجومية الأخيرة، والحارس في المكان المناسب وفي الموعد. نعم يتمكن من ايقاف الكرة الماضية. مثل هذه التدخلات مهمة، لماذا؟ لأن هذه التدخلات تعطي ثقة للحارس وتخليه أنه في تدخلاته يكون أفضل في أحسن. على العموم تحدثنا على الموسم الماضي، الصراع اللي كان بين الطرفين اللي انتهى بجوج ديال الأهداف داخل كل مرمى، لكن مباراة الذهاب الموسم الماضي كانت قد لعبت في المركب الرياضي المحلي الخامس الرجاء استقبل مع عبد الإله الحفيدي، كان صاحب الحضور القوي في موعدين اثنين كرة أمامية، محاولة من الأخير تضيع، تعود من جديد متولي مع سقوط خالد المنصور تحت الميدان، كوياتي يبحث كوياتي يمر كوياتي يحاول ينسلم، ولكن الدفاع عنده الكلمة من قائد الموقف في العملية الماضية في الهجمة الماضية اللي كان بإمكانها أن تحمل الجديد من جانب الرجاء، لكن إبعاد الخطور يأتي في آخر مطاف من جانب الدفاع الذي ينهي الكرة الماضية. حديث على كلاوديو سانتوس عن البرازيلي 28 سنة مستوى التشكيل بعد الكرات الجانبية. كلاوديو سانتوس في 11 مباراة سابقة لعب ثلاثة مباريات أمام الجيش الملكي العام أمام فريق يوسفية برشيد وأيضا أمام فريق شباب المحمدية، وهذه المباريات اللي كان فيها دو سانتوس في فترة سابقة. مرة أخرى محاولة هجومية من جانب ياسر حداد، يرتقي الرجاء يبحث عن الحلول الهجومية في الخطوط الأمامية بإمكانه أن يستثمرها في هذه المباراة. كرة من جديد البحث عن المرور عن الضغط من العرجون في خط الوسط، ماشي ترجع بالكعب كرة من أسامة محروس، يحضر بورتو يختارها في الخط الأمامي، ولكن هنالك تغطية من جانب الرجاء من جانب الكبيرة تواجه بشكل مميز مع مستوى التغطية. كرة للأولمبيك اللي يبدو أنه متحرر من الضغوط، يبحث الخط الأمامي في غياب بيضات أسامة محروس، تمرير للجهة اليمنى، الناجي ماذا يفعل؟ يختار دائما من الجهة اليمنى أسامة محروس، بداية لبناء العملية الهجومية من جانب الفريق أولمبيك كاسافي، واختيار دائما للجهة اليمنى ماشط بناء العملية الهجومية. رجعت مرة ثانية كرة في خط الوسط، التحضير من جانب الميرات، ميرات دعات الكرة مشات مباشرة صوب الحارس، غفور ميرات 24 سنة، خمسة ديال المشاركات رقة فريق أولمبيك كاسافي آخرها للجيش الملكي وقبل المغرب الفاسي، ثم شباب المحمدية مولود متواجدة، ما نساوش رفقة الإرس بي نظرية ديال بركانية، ثم أيضا المواجهة اللي كانت أمام الدفاع الحسن الجليل مع بداية هذا الموسم. كرة في خط الدفاع
التحرير من كريم الجبري ياسر حداد، البحث عن الكرة السالة لما يمكنش فيها صعوبة على الإطلاق، لكن يبغى ضاعت الكرة الماضية تعود لتكون للوساس لأولمبيكاس في حضرة المحيط، الانطلاقة من خط الوسط إمكانية الاستثمار الكرة الأمامية تعود من جديد خابة خابة يغير تماما من الميراث الجميل من التمريرة من الناجي ناجي راسية راسية غابت من خابة صوب المرمى تعود مرة ثانية أرضية دفاع الدفاع وخذ الموقف والعرجون في المكان السليم دائما الناجي يحاول الكره في الخط الامامي خرجت الكره يقول الحكم المساعد وضربه مرمى للرجاء هذه البدايه هذا البحث دائما البدايات ممكن ان تكون افضل ان تكون احسن العموم رحيم طالب يتابع يواكب يعاين التفاصيل الخاصة بالمواجهة يبحث عن الحلول في الخطوط الأمامية المدرب المحبوب في المباراة الماضية أمام فريق الجيش الملكي ولكن المدرب الذي يسعى اليوم من خلال مواجهة داخل القواعد هنا في مدينة أسف أن تكون الأمور أفضل وأحسن كورة منية محاولة الانطلاق مباشرة صوب التبس ماسيتي رحيم طالب على الصورة التعليمات المواكبة لمشوار هذه المواجهة لمشوار هذا اللقاء كرة في خط الوسط ذكر بمعطيات أخرى أيضا مهمة للجمهور الكريم الذي يتابع معنا تفاصيل المقابلة الرجاء نزل مرة وحيدة تعادل في ثلاثة وحقق سبع انتصارات يأتي في المركز الثاني بعد الوداد اللي عنده 10 انتصارات وبالتالي حضور قوي على مستوى الانتصارات في الشق الأول من الدوري الاحترافي كرة تجاريه كما يفعل يحاول يروح المساحة أمامه بعيد على خابة فيما التغطية تأتي من جانب الياس حداد والإبعاد للخطورة مباشرة من جانب رجاء على الكرة الخلف نعم ولم تغادر نعم نيري كرة أمامية مباشرة صوبة الناس قلت رجاء لسبع انتصارات 3 تعادلات هزيمة واحدة 24 نقطة في جعبته 17 هدف اللي حطه في الدوري الاحترافي هذا الموسم 17 هدف يمني النفس بأن يسجل أهدافا أخرى فيما الأولمبيك المركز يمكن نقول بخضم المواجهات اللي كانت اليوم من خلال النتائج المستوى الأهداف شيء نقول الترتيب المؤقت 14